ها هو جيل جديد من أبناء الوطن ينضم إلى قافلة الخدمة الوطنية بعد أن أنهى وبنجاح 4 سنوات كاملة من الإعداد الأمني والأكاديمي من خلال برنامج متميز ينطلق من الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث. ففي الأكاديمية الملكية للشرطة، ذلك الصرح العلمي الشامخ، تعلم 56 طالباً هم عدد خريجي الدفعة 4 أسس ومبادئ الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة. تمرسوا على آليات حماية أمن واستقرار الوطن، وكان شعارهم في كل ذلك الإخلاص في العمل والموضوعية في التعامل مع الآخرين والولاء المطلق لقيادة الوطن المخلصة. وسيظل حلمهم وطموحهم تحقيق المزيد من الإنجازات التي يسجلها التاريخ باسم مملكتنا الغالية. وعلى مدار السنوات الدراسية 4 غاص طلبة الأكاديمية في المعارف الأمنية والقانونية على اختلاف الزمان والمكان، والأسلوب العلمي والتدريب الميداني هو السبيل الأمثل لإعداد وتأهيل وتعليم ضابط الشرطة ليكون على أفضل مستوى مسلكاً وعلماً وأداءً. بل صار أمام هؤلاء الخريجين فرصة متابعة الدراسات العليا للحصول على الدرجات العلمية المتقدمة. وقد استندت الأكاديمية الملكية للشرطة في تصميم المناهج على قياس علمي محدد يتفق والاحتياجات التعليمية التي يتم بلورتها وفق أساليب معتادة لدى أعرق الأكاديميات والأجهزة البحثية، حيث تطورت علوم الشرطة في السنوات الأخيرة لتشمل نواحي فنية وعلمية متعمقة في مجالات التحقيق والبحث الجنائي والطب الشرعي والمرور ومكافحة المخدرات والدفاع المدني وغيرها، كما لم يتم إغفال المواد الاجتماعية والإنسانية، وذلك تقديراً لأهمية الدور الاجتماعي للشرطة. وليس ببعيد عن الجانب العلمي والفني جاء حرص الأكاديمية خلال السنوات الدراسية 4 على إعداد خطة متكاملة تغطي الجوانب التدريبية الحديثة والتي تواكب المتغيرات الأمنية، ومن ذلك زيادة الجرعات التدريبية لبعض المواد الشرطية العملية التي تعد من أساسيات عمل ضابط الشرطة، مثل اللياقة البدنية والرماية والأسلحة وعمليات الشرطة والتدريب. وامتد هذا الملف الحافل من الدورات إلى العديد من النواحي التي من شأنها تعزيز إمكانات رجل الشرطة وزيادة كفاءته الميدانية، ومن ذلك دورة في الغوص وقيادة الدراجات النارية وركوب الخيل، كما خاض الخريجون دورة في التايكوندو بهدف تدريبهم على سرعة رد الفعل سواء كان هجومياً أو دفاعاً عن النفس، وهو ما يصب في نهاية المطاف في إعداد الخريج بدنياً ومهارياً. وكنتيجة عملية للمحصلة التدريبية المكثفة، قدم الخريجون العديد من العروض الميدانية للمهارات التي اكتسبوها من خلال برنامج التدريب الميداني، والذي تضمن الحركات العسكرية والاستعراضية، استخدام الأسلحة والرماية، وفنون الالتحام والاشتباك، وحركات الدفاع عن النفس. ويتطلع الخريجون من الضباط ليصبحوا جزءاً من منظومة الخدمة الوطنية في هذا البلد الآمن بطبعه والمستقر بشعبه وقيادته الحكيمة، وها هم بالفعل على أعتاب تحقيق الحلم، حلم العمل والأمل، حتى تظل مملكة البحرين بلد الأمن والأمان.